وللحديث عن تغول الفساد في مفاصل دوائر ومؤسسات الحكومة في العراق في ظل تخادم الأحزاب ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا عزيز. حياكم الله دكتور. خلال استعراض السوداني التقرير نصف السنوي لحكومته، حاول نفي تلكؤ الحكومة في التعامل مع ملفات الفساد، لماذا برأيك؟ في البداية شكرا جزيلا أستاذ يونس على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة لا حيلة بيد الرجل هذا، أنه ماذا يقول، يعني ما هم حيتان الفساد في كل الكتل السياسية من هذه الطغمة الفاسدة، هم من يهيمن على سلطة القرار الآن وعلى الأموال وعلى حتى الإعلام والميليشيات. الرجل يعني لا يملك زمام الأمور بيده، رغم أنه رئيس وزراء، لكن قيلت عنه أشياء كثيرة، أنه هو مجرد مدير عام لا يملك صلاحيات أكثر مما هو منفذ لما يؤمر به، ما يعني تأمر به خصوصا أحزاب أو كتل الإطار التنسيقي. فطبعا لا يستطيع كشف ملفات الفساد وحيتان الفساد، لأنه تكلف أكيد الغالي، ممكن إزاحته من السلطة، يعني نعم، من رئاسة الوزراء. نعم، يعني هذا هو الوضع. نعم، لكنه وهو الذي أقر بعدم وجود حصر حقيقي للأموال المنهوبة فيما يسمى بسرقة القرن، وزير ماليته رفع الحجز عن أملاك المتهم بالسرقة بسرقة القرن وعن أملاك زوجته كذلك. ألم تكن تلك الأموال مما تم حصرها على سبيل المثال دكتور؟ الأموال التي حصرت هي كانت 3.7 مليار، يعني من الأمانات الضريبية، يعني 2 تريليون عفوا، يعني 2.5 مليار دولار، اللي يعني أصابت حصة نور زهير، هي كانت أعتقد 43% من هذه المبالغ التي استردت بإعلان، يعني مشاهد تلفزيونية إعلامية قدمها السيد محمد شياع السوداني، كانت أعتقد 124 مليون دولار لا تتجاوز 5%، ثم أضيف إلها مبلغ آخر يعني لا تتجاوز 300 مليون على أكثر تقدير، وهذا جزء من 2.5 مليار دولار. فأين ذهبت الأموال الباقية اللي هي تشكل النسبة الأكبر، زائد الحجز على الأموال؟ يعني كانت هي هذه الحقيقة الفضيحة الأكبر بسرقة القرن، هي بعد الحجز على عقاراته وأمواله وأموال زوجته ب 40 عقار تم الإفراج عنها، رفع الحجز، وتم أيضا مثل ما ورد في تقريركم أنه رفع المنع عنه من السفر. فلذلك يعني بدل ما يعاقب ويعاقب أيضا مع شركائه ويتم الكشف عنهم، تم تكريمه، يعني إعادة العقارات أملاكه وثم السماح له بالسفر. فطبعا هذا هو ديدن الفاسدين الحقيقة في العراق، أنه يغطون أحدهم على الآخر، والسرقات والاحتيالات والتجاوز على القانون ماشي على قدم وساق. هذا حال السلطة في العراق للأسف، هذا حال السلطة. لكن أن تجد السلطة على رئيس على لسان رئيس الحكومة تبريرا لعدم جديتها في ملاحقة سرقة القرن بالقول أن الدولة ستخسر 3.7 تريليونات ستكون مضطرة لدفعها للجهات التي لديها التزامات مع دائرة الضريبة، كيف يمكن تفسير هذا التبرير؟ التبرير هو الحقيقة يعني عذر أقبح من الفعل كما يقال، يعني هو الفعل كله قبيح، عملية سرقة ثم يأتون إلى أموال المال العام، أموال الشعب لتعويض السرقات، يعني أصبحت السرقات مرتين، مرة سرقت ومرة التعويض. وهذا يشبه إلى حد ما، يعني أيضا لو نأتي إلى جانب الفساد الأكبر اللي هو الحقيقة المادة 16 من الموازنة اللي أقرت أيضا، يعني إطفاء الديون والسلف اللي كانت في ذمة المسؤولين وبعض الوزارات وغيرها، يعني أيضا تجاوزت المليار دولار. فكيف يمكن إطفاء هذه الديون على مدى سنين ولم تسترد؟ يعني إذا مليارين ونص كانت سرقة القرن، ماذا نسمي 100 مليار دولار؟
يعني في قضية الأطفاء هذه المفتعلة، اللي هي طبعا أيضا تغطية واضحة وسرقة بشعة لأموال الشعب من قبل هذه الطغمة الفاسدة. هم يعرفون حق المعرفة، من استلف، من أخذ، من اقترض، ومن عليه أن يعيد هذه الأموال إلى خزينة الدولة. البلد مستباح عزيزي أستاذ يونس للأسف الشديد، وطبعا تغطي عليه إيران وأمريكا لأنهم تحت حماية هاتين الدولتين، يعني من ناحية قوة إقليمية وقوة دولية عظمى، ولذلك استبيح البلد بهذا الشكل. نعم. يعني أموال الشعب سرقت. نعم. نعم. بحسب دائرة لجنة النزاهة أو لجنة النزاهة النيابية، إجراءات الحكومة بقيادة السوداني ليست بالشكل المطلوب. من يحاسب أو من يسائل الحكومة ورئيس الحكومة إذا كانت هذه التصريحات صادرة عن لجنة النزاهة النيابية ولا أحد يتحرك؟ لا يوجد أحد يحاسب أحد الآن، لأنه أولا القضاء هو مسيس، اثنين النزاهة أيضا مسيس، هي محاصصة، يعني النظام المحاصصة هو المهيمن. لذلك هم يقولون دائما، يعني هم تشخيصهم مثل ما يقال بعظمة لسانهم احنا نسمعها منهم، يعني تكرار عملية الفساد، صعوبة هو نفس السيد السوداني قال أنه محاربة الفساد يعني أقسى وأشرس من محاربة الإرهاب داعش. يعني هذا التوصيف الحقيقة يكشف حجم الفساد، ضخامة الفساد اللي مستشري في العراق. لذلك هم يغطون على الفساد لأنه هذه وسيلة ديمومتهم، هذا هو سر بقائهم في السلطة. لابد وأنه الحقيقة يأتي أحد ثم يقصى من السلطة، والذي يحاسب منهم مستحيل، هذا لا يمكن أن يأتي فاسد يحاسب فاسد، هذا نعم. عكس المنطق. لذلك الشعب العراقي هو الوحيد يجب أن تستعاد ثورة تشرين بثورة عراقية كبرى للإطاحة بهم ومحاسبتهم. أما نعول على أي جهة منهم، يعني إذا كانت سياسية وإذا كانت قضائية وإذا كانت حتى إعلاميا على أقل تقدير، لا يمكن التعويل على هذه الطغمة الفاسدة التي أتت بها أمريكا وساندتها إيران. وهذا النظام المحاصصة يجب أن يزال حتى يستطيع الشعب العراقي حقيقة محاكمة هذه الطغمة على كل الفساد والدماء التي أريقت بسبب وجودها منذ 20 عام ولغاية الآن. أشكرك جزيلا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، كنت معنا عبر سكايب.